مجد ما حد يطوله. قصيدة جميلة. لا هذه قصيدة لرجل عالمي، دائما العالميين يعني ذويقين وأهل شعر. لا شو يقول في قصيدته أخوي عالمي؟ يقول: ما غيرك أحد كوى قلبي، واصبر وخليك تكويني، لو قالوا الناس تلعب بي، لعبك بلا شك مرضيني، النون والصاد والراء هو طبي ودواي، ليته يداوي. صح لسانك يا عالمي. وقصيد كلمات جميلة، أبيات جميلة، وفعلا أبيات تدل على رقي وذوق جمهور العالم. أبدأ مع أخوي مالك القلاف مدرب فريق صبيخات. صبحك الله بالخير يا أبو أحمد. صبحك الله بالخير يا أبو سعود، أمسي عليك ومسي على أخوي أبو سالم، وكذلك يا هلا أبو أحمد، يا هلا أخوي العود أبو حسن، أخوي أبو عزوز، أبو عبد الله تاج الراس حبيبي. عسى الله يحفظكم ان شاء الله يطول اعماركم. انا بس قبل لا ادي اي نقاش وبحضرتك اللي راح توجهه، لكن خلنا نتجه واتاسف حق اخوي فيصل نوروز. انا اكد كلام اخوي ابو عبد الله ان هذا الشخصيه اشتغل عندي بالنادي العربي انا لما كنت موجود، وبعدين يا اخوان ناصر وميتم، ونعمل اخلاق بغض النظر عن كلام ابو عزوز اذا من طرفين، لكن انا اجزم ان فيصل نوروز قمه بالاخلاق ولا يمكن انه يتعدى لاي كائن من كان. مشكور على شهادتك يا ابو. تفضل يا ابو احمد، بس باختصار لان عندنا اتصالات كثيره، تدري مباراه القادسيه والكويت اليوم الشغل الشاغل. عشان بسعودي اعرف المشاهد الكريم والاخوان الموجودين عندك، يمكن احنا تطلقنا انا وياك تحت الهواء بخصوص ما حصل ويا مدرب منتخب الكويت الوطني امس مباراه التضامن واليرموك. انا كنت متواجد للصدفه وكنت حاضر المباراه قاعد اطالعها، وطلبوا مني الاخ رياض العنبادي تابع القناه الثالثه اني انا اوجه الاسئله بالانجليزي حق المدرب المنتخب بعد ما استاذن من اخوي ابو محمد، اخوي عبد العزيز، ابو عبد العزيز الله يذكره بالخير. فما كان موجود اخوي فهد عوض، هذه بس الشاهد يعني، وجهت له الاسئله. وكان موجود اخوي فهد الصلاه، ترى انا هذه القناه ترى تمثل لي يعني قناه الديبي. انا يمكن اذا بديت ويا هذه القناه، لا يمكن اني انا والاثنين كانوا متواجدين. فصار النقاش والحوار ان انا وجهت اسئله، فرياض العنبادي بعد ما خذ الاذن وجه المدرب وقف وكان تتوجه له الاسئله. واخوي فهد الصلاه كان متواجد قاعد على المقاعد. المهم بعد ما خلصنا الاسئله بعدها يمكن بدقائق معينه وصل اخوي فهد عوض. فاول ما وصل فهد قلت له: فهد سموحه، ترى الاخوان وجهوني اللي انا وجهت. قال لي: لا انت اخو عزيز وكيف سويت يعني. ومداعبه منه بسيطه عن عزيز حماد. المهم التقينا بعدها بدقيقتين، شفت اخوي فهد انا قام وكلم اخوي فهد عوض، فكان المسافه اللي بيني وبينهم ما تعدى اقل من متر يعني، لان انا خلفهم بالضبط. فاستاذن بكل احترام، قال: انا بقيت اجري مع اللقاء ويا المدرب، انا ما حصل لي اني انا اجري وياه، لان هو قال منو سال اللي ما سوي لقاء، فقال احنا ما سوينا وياه لقاء. فوجه السؤال حق المدرب وكنت اسمع الحديث بالانجليزي افهم ايش قاعد يقول له. فقال له: الاخوان حابين انه يسوون وياك لقاء الحين وكذا كذا، بحكم انهم ما سووا وياه لقاء، انت سويت لقاء اخر. قال: لا انا كنت موجود، ليش ما كانوا موجودين؟ قال: لا والله ان الكاميرا ما هي موجوده. يعني الاخوان قناه الديربي للحين الكاميرا كان اخوي موجود، بس الكاميرا الحين ما كانت. فقال: خلاص الحين الكاميرا وصلت لما بعد المباراه، ووجهها لاخوي فهد الصلاه وقال له هالكلام. قال له: على الاقل حتى بعد المباراه. نفس السؤال وجه حق المدرب، انا سمعت المدرب ليش رد علي مدريدي. قال: انا بعد المباراه راح امشي، ما راح اسوي لقاء ثاني، وليش ما توقفوا؟ وليش ما كانوا على الاقل حطوا المايك؟ على الاقل الكاميرا موجوده حتى لو صار على الكلام. كله منك ابو احمد، انت سويت مشكله من ولا شيء، ليش تترجم؟ لا الترجمه انا ما لي شغل فيها. فشنو رد عليه؟ منو؟ انت تقول قال له فهد عوض. فهد عوض بالشهاده لله رد على اخوي فهد الطلال، قال له: انا وعدك بكره تبي في مباراه ديربي موجوده ولا تبي بعد بكره؟ انا وعدك وعد، تبي باكر ولا عقب باكر لك مني، وتعال اخذ اللقاء كامل ومباراه على مستوى اوسع بعد ولك مني. يقول: انا ناقشت بهالشغله، هذا الحدث اللي صار. طيب انت وين كنت موجود اخوي ابو احمد؟ نعم انت وين كنت موجود؟ انا داخل بالمقصوره وراهم بالضبط. طيب على الكراسي. انا بوريك صوره ابو احمد، بس يا ليت توضح لنا في اي مكان انت كنت قاعد عشان نبي نعرف وشلون سمعت الحوار اللي دار بين ابو فارس وبين اذا تشوفها معانا على الهواء. هذه الصوره الان اللي خلفك رياض العبادي، انت وين قاعد كنت ابو احمد؟ انا ورا فهد عوض بالضبط. ورا فهد عوض ما في كرسي ابو احمد. انا يم رياض. ورا فهد عوض ما في كرسي ابو احمد. لا ورا في كرسي. انا موجود. هذه الصوره عندك اكد لك هالكلمه. هذه صوره هذه الصوره على الهواء ابو احمد. انا اكد لك شلون سمعت؟ وين تم التصوير؟ من اليمين ومن اليسار؟
انا ورا 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 يمين رياض ولا خلف رياض ولا يسار رياض؟ لا لا يسار رياض. يسار يسار رياض وين؟ ما في كرسي بعد. اي اوضح لك، اوضح لك بعد، اعطيك دقه اكثر. انا وقتك الكاميرا يعني المفروض رياض سمع الحوار صح؟ المفروض يعني إيه يعني المفروض من طلب مني اني اترجم بالانجليزي. يعني ما يعرف يقول لك يعني معقول رياض ما يا ابو احمد يعني معقول رياض ما يعرف كلمه تمور؟ انا على تاكيدي اقول لك يعني معقول يعني معقول رياض هالكلمات هذه ما يعرفها يعني معقوله مثلا؟ شوف انا رياض هو من طلب مني اني انا اوجه ادري ادري والله انا مصدق اسئله. اوكي ابو احمد انا قاعد اوريك صوره الحين، انا قاعد اوريك صوره، ما قاعد اقول لك قالوا لي ولا سمعت، انا اوريك صوره، انت مو موجود بالصوره، شلون انت خلفهم؟ لا انا ورا فهد عوض في كرسي لا مناسب ومستعد انا واشد لك على هذا الكرسي. يا ابو احمد يا ابو احمد ترى على فكره احمد لا لا في كرسي اشاره، انا ما قاعد الف، انا قاعد اوريك صور وانت تشوفها وياي على الشاشه الحين. هذا كرسيين، هذا الكرسيين لو تشوف مخرجنا الحين يحط لك الصوره، شوف الكرسيين اللي لازقين يم بعض، شوف المسافه اللي بينهم ايش كثر. يا ابو احمد لحظه مباشره ابو سعود مباشره بالضبط انا خلف العود. والله ابو احمد مباشره يعني انا ان شاء الله انت تكون صادق، بس انا قاعد اوريك صور. لا 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 انا شلون مباشره أنا يا ابو احمد ما تشوف انت وياي ابو احمد شلون مباشره؟ انا اقول لك خليني اوضح لك، خليني اوضح لك، خليني اوضح لك، بس ممكن تسمعني ابو سعود ثانيه. بس شفت هذه الصوره؟ ايه في صوره بالعكس بالنقيض من صوب اخوي سمير. ليش يعني ادري انا وياك مصدقك قاعد اقول لك اسمعني بس عشان اوضح خلفه مباشره. وين خلفه مباشره ابو احمد؟ خلفت 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 خلفت. شوف علم، شوف رياض، شوف رياض شلون واقف قاعد بالضبط انا يساره بالضبط خلف العور بالضبط في كرسي. يمكن فضاوة ممر عزيز وفي عمود. لا لا بس عشان اوضح للمشاهد والله كان يبي يصورون، كان يبي يصورون ابو سعود اسمعني، كان يبي يصورون انا السيجاره بيجي، فعشان السيجاره لا تبين حاولت اني انا اخفيها، فقال لي انا ما راح نطلعك، ترى في صورتين، في صوره بعد بالنقيض وصوره ثانيه، انا اكد لك هالكلام. ممكن ممكن صادق صادق يا ابو احمد. عموما هو ايش الفائده طلع لي اكد لك انا وين عموما. ترى ابو احمد شفت شفت ال 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 الحوار اللي ذكرته هذا القصه؟ نعم ترى مختلفه تماما عن اللي انقالت، بس انا ما راح ارد ولا اعقب، لكن الموضوع عند فهد عوض. وعلى فكره لا لا بس عشان تكون بالصوره، ترى هذا الموضوع تكرر لثاني مره، واحنا المره الاولى طوفناها ترى وما تكلمنا فيها، ويعرفها فهد عوض، يدري فيها ابو فارس، بس ما تكلم فيها تقديرا لابو فارس واحتراما لابو فارس، وكانت مع كراسكو وكانت مع خلف العنزي، وانا قاعد اذكر لك شوف الموقف بالاسم ومع منو ومنو المدرب، بس ما تكلمت انا ترى. لا 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 عشان يعرف الاخ فهد عوض وتعرف انت يا ابو احمد وتعرفون كلكم ان احنا ما نتصيد ولا نبي اي شيء نسوي عليه بلبله ولا شيء، تدري شنو قرار. لكن لما تكرر الامر لا هالمره ما نسكت عن لا ابو سعود عموما بسعود. عموما كلامك ابو احمد انا ما عندي والله بسعود. بختم بختم ابو سعود بختم 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 ابو سعود تفضل تفضل بختم. لا ناقش لي جمل لا اخوي المفروض هم يبررون الاتحاد مو انت تبرر يا ابو احمد. لا لا مو يبرر لا لا هم يبررون مو انت تبرر، هم يتصلون يبررون يوضحون مو انت اللي تتصل. لا 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 بالعكس انا سمعت كلام فهد، فهد عوض ترى بالبرنامج، برنامج بين الشوطين ترى بناء عليه. شنو قال فهد؟ شنو قال؟ فهد عوض فهد عوض فهد عوض تكلم بين الشوطين، قال انا طلب مني ان المباراه هذه اللي يتم التصوير واللقاء ويا شو اسمه ويا الاخوان باحدى القنوات، لكن انا شهاده الله وقجعت الاسئله حق المدرب، المدرب هو من رفض وطلب. ليش انه ما رفض؟ قال انا شرحت له ان الكاميرا ما كانت تصدق وتامن بالله وطلب. ان هذا الكلام غير صحيح لا. تصدق وتامن بالله بس عموما عموما يبا يسم راسك. احنا قلت انا قلت حق امس قلت حق ابو فارس واقول لك اياها ان الحوار او اللقاء مع مدرب المنتخب لا راح يقدم ولا راح ياخر، يعني بالنهايه البرنامج موجود ومستمر لا صحيح مع لافيكا ولا بدون لافيكا، لكن الحلو ان الشخص لازم يتعامل بسواسيه مع كل وسائل الاعلام ولازم يتعامل مع كل وسائل الاعلام بأن بس ما يصير تعامل هني كانك معد برنامج ولا معد في قناه تلفزيونيه. والله يا ابو سعود اللي سمعته واللي شفته انا قلت لك حرفيا الله يشهد عليك. والله كيف انت قاعد تحلف وانا في ناس تحلف كلامك كله غير صحيح، في ناس تحلف كلامك غير صحيح يا ابو احمد، يعني اصدقك ولا اصدق يعني شوف بالنهايه ابو احمد في واحد كلامه صحيح وصادق وفي واحد كلامه غير صحيح وغير صادق. انا محاسب امام الله اذا غير هالكلام صار اللي سمعته انا من رد المدرب حق فهد عوض. وشنو نقل فهد عوض؟ هذا اللي انا يعني والله